تنظن بانه الاقصاء مر بالنسبه لنا وبالنسبه للشعب المغربي، كنا تنتمنوا ان نحققوا المبتغى ديالهم. تنظن بانه صراحه الله خلقنا بعض الفرص ما سجلناهمش وخلصنا الثمن غالي بالاقصاء، وكذلك في ظل غياب لاعبين مثل زياش ومثل بوفال صعبت علينا الماموريه. فلهذا تنظن بان من تنعتذروا للشعب المغربي وتنكرروا له الاسف ديالنا، ما قمناش بالعمل ديالنا كما يجب، وتنتمنى من الله في المستقبل في بطوله مثل هذه تكون عندنا في البلاد نقدروا نحققوها، لانه صراحه حتى من ناحيه ديال التحكيم وهذا ما تنظن ما كانش في المستوى هذا نرفز اللاعبين ديالنا. فالمسؤوليه تنتحملوها احنا كاملين، وما عندي ما نقول، تنعتذر للشعب المغربي. هادشي فعلا لاعبين مثل زياش وبوفال لاعبين كبار كان يمكن لهم يكونوا اضافه اليوم، فلهذا تنظن بانه باقيين شي حوايج خصنا نتعلموهم، وتنعتذروا لكم تعتذروا للشعب المغربي، لانه صراحه الله القلب ديالنا زعما ربي اللي عالم. شوف المدرب، حنا المدرب الاخطاء وهادشي كاع اللي تقدروا تقولوا تنتحملوا مسؤوليتنا، حنا قمنا باخطاء تنتحملوا مسؤوليتنا وتنعتذروا وتنكروا اعتذارنا، ولكن شي حاجه خصنا نتبعوها غنتبعوها. دونك فورسيمون ني تري تري ديسو ديسو بور تو لي ماروكان كي اتاندي انورميمون دو نو اي اون ا با ايتي ا لا اوتور. دونك كان تو باس با ان تور سا في دير كو مانكي كيك شوز. دونك فوالا اسي ديفيسيل اوجوردي. بروبليم سي كي فو كون On le répète tout le temps, mais il faut apprendre des erreurs du passé. On ne peut pas à chaque fois commettre les mêmes erreurs. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de qualité dans cette équipe. On l'a déjà montré. Mais voilà, il y a toujours des axes de progression et il faut qu'on travaille, qu'on arrête de commettre ce genre de choses si on veut espérer aller plus loin dans ce genre de compétition. Mais voilà, je pense que tout le monde s'est donné, tout le monde a couru, s'est dépensé. Mais voilà, malheureusement aujourd'hui on n'a pas tué le match, et sur un petit truc on s'est fait punir. نعرف بتمارس الكرة ما كتدوش بحال اللي كتبغي انت. كان عندنا لي زوكاس ما ماركيناش شي، ما جاتناش الزهر وصافي، داكشي وقع اللي وقع وصافي. لا كنا مزيانين، لعبنا مزيان، درنا مجهودنا، كخينا لي زوكاز بحال اللي قلت لك، ما بغاتش يدخلنا، ما كانش شي نهار ديالنا، ما نعرف من عند الله. وكنشكر بزاف رجعوا حتى لهنا وكيشجعنا وكي ما قدرناش نعطي لهم الفرحه اللي بغينا نعطي لهم، وكان سمح لهم بزاف وان شاء الله مره اخرى سمحوا لينا على الجمال ديالنا. يا دي الكره ديالنا مجهود ديالنا، ولكن مره الكره يا هادي خصنا نعلم شنو وقع اليوم ونديروا اناليسيس ديال الماتش، وخصنا نعلم ان شاء الله في المستقبل. خصنا ضروري نعلم على اليوم، على دابا انا لعبنا شي 4 كوبا افريكا وديما وقع بحال اليوم. خصنا من عند الشانس خصنا الماركي ونكمل الماتش دوغيان، ولكن يا هذه الكره مره ما كتباش اليوم، وان شاء الله خصنا نكونتينو نزيد الترباي ونعلم من اليوم، وان شاء الله في المستقبل نديو الكاس على الجمهور ديالنا. هما ديما كون معنا وشجعونا، وخصنا نرجعوا الحب اللي كيعطي لنا. امين. الهزيمه الاقصاء ديال اليوم يعني شنو اثر فيكم ولا لا؟